بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا هذيك الجريمه اللي وقعت في مدينه مراكش فهي جريمه بشعه ونكره، انه ذاك العمل الاجرامي اللي وقع في مدينه مراكش. وحنا نحن كمواطنين مغاربه ندين ونشجو بهذا العمل التصرف الارهابي. هذا الجانب، هذا من الجانب ديال السياحي طبيعه الحال ياثر عليه، لان هذا العمل هذا كنظن غير صالح، موشين بزاف وغير صالح بتاتا بالنسبه لحنا كمغاربه. ما كيمثلناش داك العمل الاجرامي اللي وقع في مدينه مراكش. المغاربه كنستقبلوا التوريز، حنا كنبغيو البنادم يدخل عندنا المغرب، وكنبغيو الناس اجنبيين وبزاف كنبغيو المغاربه كيبغيو البراني يدخل المغرب بزايد. اما هذوك الناس اللي داروا ديك الجريمه ما يمكنش المغاربه يديروا داك الشيء. بالنسبه ديك الشيء اللي بان في مراكش، انا بعدا راني ضده، لان ديك الدين الاسلامي ديالنا راه كيناقض ديك الشيء، وراه اون فوا كتمشي حاجه بالمغرب ديالنا راه كتمسنا حتى حنايا. فلهذا نحاولوا ما امكن الانسان يجتنب ديك الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كمغاربه والناس ديال مدينه فاس، حنا دوك الناس ما كيمثلوناش ولا علاقه له بالاسلام. هذه الاولى، اصلا داك الشيء اللي داروا ما كينتميش للاسلام، الا هما تابعين لشي منظمه الله اعلم، هذا كيبقى شغلهم. المغاربه هنا في مدينه فاس كيتعاملوا مع الاجانب، احنا الدين ديالنا الاسلامي الوطنيه والتسامح والاخوه، احنا يعني كخوت، ماشي الله سبحانه وتعالى ما كيدعيش لهذا الشيء. الله سبحانه وتعالى كيدعي لان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني الناس اللي ما كيدعيوش الله ما السبان هو التالي ما نسبوهمش، ماشي لا عاد ندابزوا معاهم ولا نديروا هذه المشكله. هذه راه جريمه بشعه. هاد الناس هادو خصهم اقصى العقوبات، خصهم يتعاقبوا. يجيو المغرب، هاد الجريمه اللي وقعت راه اول جريمه، ماشي وغادا تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم اخر جريمه. حنا كنامنوا بالامن ديال المغرب، الناس ديال الامن ديال المغرب كيخدم مزيان، ماشي نقولوا زعما بان راه ما غاداش تعاود، ماشي هذه راه وقعت لا ما نجيوش للمغرب ولا شي حاجه، لا يجيو بكل اطمئنان وما يخافوا من حتى شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. لا علاش هذيك الطريقه غير مقبوله بالنسبه حنايا كمغاربه، ما خصش تكون عندنا ديك الحاله. وفي نفس الوقت هذيك طعن دابا السياح، الا كانت سمعت هذيك الفاجعه اللي وقعت في مراكش، بزاف ديال السياح غادي يبقاو يسترجعوا وغادي يخافوا من المغرب، غادي يقولوا بلي دوله ارهابيه ولا دوله ما كتحترمش الاجانب، وغادي يكون غادي تكون واحد المشاكل داخليه اللي المغرب كيستافد بزاف ديال الحوايج من دوك السياح، لا بالنسبه للاقتصاد ديالهم ولا بالنسبه للرواج. وانا بالنسبه لي هذيك الطريقه ماشي زوينه، وهذوك اللي داروا ديك الفعله خصهم ياخذوا عقوبات جزريه، لانهم ما احترموش القوانين ديال الدوله. دابا حنا في المغرب هنايا كل واحد والثقافه ديالو، كل واحد والوعي ديالو، ماشي انت العقليه ديالك هي العقليه ديال جميع الناس اللي تيش، كل واحد ونسبه الوعي ديالو، وكل واحد وشنو تيصايب تيكون واصل وشنو قاري بالطريقه ديال التعامل مع الاخر. كاين اللي كتجي ناقصه وتيبقى يتعامل معها بطريقه غير اخلاقيه، وكاين بالعكس واخا ما تيكونش قاري وواعي وكذا بزاف ديال الحوايج كيتعامل معاهم كانهم جميع اشخاص بحالنا بحالهم. لا حشومه والله، ما كيمثلوا كاع المغرب، يحشمونا هذوك الناس كاع والله الا حشمونا في خطره. ما كيقولش هذاك الشيء، هذوك الناس ما نعرف واش ديالنا ولا منين هذوك الناس، والله ما نعرف. نتعامل معاه كمواطن عادي، كمواطن مغربي نيت، حال بحال خوت حنا. اي سميتو هذاك الخدمه اللي داروا زعما في ذاك مراكش راه العفو لله. وهاد السياح اللي كانوا جا اليوم انا ما خصهمش يبقاو يمشيو لهاد الجبل بوحدهم، اولا خصهم مرشد سياحي بعدا يمشي معاهم يحميو راسهم، هادشي اللي كانوا جا اليوم. اما راه دابا كاين الناس مخلطه ما تعرف منين جاو. هذاك دابا هذاك السيد اللي دار هذاك المساله هذاك راه ما نعرف واش مواطن مغربي ولا منين، والله ما نعرف. السائح خصو يدي واحد العبره مزيانه على هاد الارض السعيدة. علاش؟ لاننا حنا واحد المجتمع، اول حاجه مجتمع مسلم، فهمتي، كيدل على ترحيب واحد اخر واخا يكون كاع كيما بغى يكون، فهمتي. ولكن هذا بحال هذا راه صراحه ما خصو شي حكم اللي ياخذ العبره بزاف، اللي يعطيوها عبره باش ما تكونش الظاهره مره واحده اخرى. السلام عليكم. بعداك الدين الاسلامي ديالنا ما تسمح لينا نديروا هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى ما قالش، قال الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، هذا النبي لكم دينكم ولي دين.
يعني بلا ما نحتاجوا نجاهدوا في دوك الناس ولا ها الله الله قد بهم الله ولا بغى يدير لهم شي حاجه راه يدير لهم من عنده ماشي حنا اللي غنديروها لهم اولا حنا غنجاهدوا فيهم لا حنا مسلمين وهما براسهم كنستعملوهم مزيان هنايا مزيان بزاف كاع ماشي شويه بزاف بزاف كنتعاملوا معاهم علاش خصنا يديو علينا نظره هنا مزيانه من المغرب بعدك اولا ويرضوا ويعرفوا بان الشعب المغربي وابناء الشعب المغربي ناس مزيانين وطيبين الا كان غنبقاو نجاهدوا في هاد الناس هادو بان صافي يعني حنا غنولوا حنا اللي ما مزيانينش ماشي هما لا لا الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم وصافي شنو نقول لك هذا راه ماشي هذا ماشي هو الاسلام الاسلام الله سبحانه وتعالى ما قالش هكا الله سبحانه وتعالى ما قالش جاهد واحد الانسان سير قتلو باش لانه ماشي مسلم او لا انه تيدبر راسو الله يكون بغى يقتلوك والله بالله بغى يدير فيه شعره غيديرها فيه صراحه داروا تصرف غير لائق الصراحه لان دوك واخا ديانه ديانه ديالهم بوحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش بان تقتلهم ولا تفكر انك دير داك التصرف صراحه ما عجبنيش داك التصرف انا التعامل مزيان كالشرطه كذلك فاش توقع شي قريصه شي حاجه كيتعاملوا معاهم مزيان لان كيمثل السياحه الصراحه التعامل هو التعامل مزيان حيت تلاحظ حتى في المدينه القديمه ملي كيستقبلوهم كيعطيوهم كيتعاملوا معاهم في الرياضات كيتعاملوا معاهم في اي حاجه غير لائق بزاف كاع محشومه عليهم حشومه كيوسخوا حتى الديانه ديالنا كيوسخوا الاسلام بزاف حشومه بزاف كاع